متحدين. وهنا أقدم ثلاثة خيارات جميعها تمثل اليد المتماسكة. الخيار الأول نصب عيني، الخيار الثاني نصب تشكيلي وهو أكبر حجما، الخيار الثالث ليكون على شكل عمارة تستخدم كمتحف يدون حوادث الزمن الشنيعة للتأمل وأخذ الدرس التاريخي، وليجعل رسالة التضامن والصمود والإرادة والتمسك بحقوق وواجبات المواطن خالدة للأجيال القادمة ومن ثقافة الفرد في عراق المستقبل. نشكر الأستاذ والمهندس داود الحسن على البرزنتيشن مالته. والآن مع شخص مختلف وشخص آخر يقدم العمل الإبداعي مع الآنسة المستشارة الاقتصادية حنان العاني. الآنسة مستشارة اقتصادية في أحد البنوك العربية في بريطانيا، من خريجة جامعة برونال قسم الحسابات والاقتصاد، من هوايتها الفن والرسم، فتتفضل. مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good afternoon ladies and gentlemen. My name is Hanan Al-Ani and I'm here to present to you my idea for the Sarafia Bridge Monument. My idea is to symbolize the continuation of life for the Iraqi people. And since water is a vital element of life on Earth, this has become the main theme of my design. The two leaf-like structures represent the two main rivers in Iraq, the Tigris and Euphrates, that run from the north to the south. Through history, these became our main source of water supply and providing for all around Baghdad and the remaining cities. I've included a water recycling system in which a water pump is used to pump the water up the main central pole and distribute the water down and around the leaf-like structures. Initially, I used the dimensions for my statue, a four meter wide diameter for the basin and a total height of 7 meters. But of course, this can be scaled up or down depending on its location. For the material, I have recommended stainless steel as this is durable, it is resistant to corrosion when in contact with water, and it can be easily welded together, so there's no trouble there. ننتقل الآن من لندن إلى دمشق إلى عبر الأقمار الصناعية عبر التليفون إلى الفنانة سناء سلمان الرسامة العراقية في هندسة الديكور، فتفضل. مشكورا. تفضل يا أخت سناء. التصميم عبارة عن ساحة مائية مظللة بالخام باللون الأحمر اللي يدل على دماء الأبرياء من العراقيين، والخطوط السوداء تدل على آثار المرتبات على الأرض، وفي الوسط نص بيضاوية الشكل عليها خارطة العراق، وداخل خارطة العراق أجزاء مترابطة من الجسر الحديدي، وتراكيب الجسر الحديدي من الصم الصامدات تدل على تناغم ترابط الشعب العراقي بين كافة مكوناته وأطيافه. وأمامه يقف عدد بارز يدل على حضارة وشموخ العراق، وبجانبه النخلة التي ترمز إلى صمود الشعب العراقي أمام المحن الذي يتعرض لها. وأمام أسد بابل ثلاثة كتب، أحدهم محترق تماما والآخر على وشك الاحتراق، والثالث لم يصبه شيء ومكتوب عليه بالعربي كلمة العراق باللون الأخضر. وهذه الكتب الثلاثة المتناثرة والمقلوبة ترمز إلى احتراق شارع المتنبي، والكتاب الذي لم يحترق يدل على أن ثقافة العراق وتاريخه مهما احترق سيبقى العراق صامد وشامخ إلى الأبد. ننتقل من دمشق إلى باريس مع الفنان التشكيلي الفنان عباس با
باني حسن، الفنان عباس فنان تشكيلي في عدد مجالات منها النحت، الرسم، التصوير والسيراميك، فليتفضل مشكورا. سعيد أن ألتقي مجموعة من العراقيين بهذا العدد الكثير، وبعض من الحضور هم أصدقاء قدماء جدا. أنا أعيش في قرية صغيرة بعيدة عن باريس ب 450 كيلومتر بالمايل، ما أعرفها. فأكون جدا سعيد، يعني الآن جدا سعيد أن أساهم لأول مرة بحياتي في مهرجان عراقي لنصب في مس الوطن. أنا أكدت في جملة من الجمل الموجودة في الحديث في الكلام إنه على استقلالية كل مسلة اللي ممكن يساعدني بالمستقبل لإنهاء التشكيل العام وما يسمى بالقاعدة أيضا. يعني أنا كثير سمعت حول إنه تنقص، يعني في هاي الأعمال في 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 المقترح اللي أقدمه للنصب إنه غير متكامل وغير منتهي، وكان هذا يعني مطلوب من عندي إنه ما أريد يكتمل، لأنه القطع اللي عاملها الآن صغيرة في 32 سنتيمتر، فما تسمح لي أن أضع الموضوع النهائي لكل مسألة اللي راح تدرس من جديد بموضوع أكثر اتساع وأكثر تفصيل. يعني وما زلنا في فرنسا، والآن ننتقل مع الفنان عبد الحسين شاكر. الفنان عبد الحسين شاكر هو فنان وكذلك إعلامي في مجال التنمية المستدامة، فنان في النحت والتصاميم، وله 32 سنة في العمل الفني في باريس، فليتفضل مشكورا. أخواتي العزيزات، أخواني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. ما أعرف حكمت علي لجنة التحكيم بأنه ما أقدم النموذج الثالث، وبالنسبة مو إشكال، يعني اللي يهمه العمل الفني أو وضع وهموم الشعب العراقي، ممكن بعد المسابقة أطرح لكم بشكل خاص بشكل خارج على المسابقة. أنا ما قدمت نفسي، عبد الحسين شاكر من باريس منذ 32 سنة، ومو تقولون بأنه 32 سنة هذا الناس العراق، بالعكس أهلي مني يطبخون التمن بالحلة أنا أشمه في باريس، همومي مع هموم الشعب العراقي. التمثال يشرح نفسه بنفسه. الوضع في العراق حاليا والشعب العراقي ما متماسك، حاولت أحط العاطفية على جهة. الشعب العراقي قاعد ينزف دم، الشعب العراقي قاعد يعاني من هموم كثيرة، من الدمار، من عدم السيادة. أبتعد كل هذا، مثلت العراق بوادي الرافدين هو دجلة والفرات مثل ما قاعد تشوفه باللون الأزرق والهلال والقرص، واستخدم هذه استخدمت منذ المعمار السومري، مو بالضرورة هي بس إسلامية ونفتخر بها. الهلال استخدم كأمل أو كحلم، دائما نشوف الرسومات الأطفال الصغار من أكو هلال هم يعني يحلمون، ومن حقنا احنا نحلم باستقلال وسيادة وعيشة بشكل طبيعي. نشكر الفنان عبد الحسين مشاركته وعلى مشاعره الحساسة تجاه العراق. ننتقل من الفنان عبد الحسين من باريس إلى لندن، هذه المرة ننتقل إلى السيدة بسملة السعداوي، طالبة في معهد التصميم الداخلي والديكور، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة لجنة التحكيم الأفاضل، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم أمامي هذا النموذج الذي أطلقت عليه اسم اليد العراقية. تعتبر اليد العراقية هي صانعة أولى الحضارات البشرية، فقد عكست وترجمت كل ما أبدعه العقل العراقي وفكر به منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا.
وهنا نجد أنها على امتداد العصور ترمز للعطاء، للعمل، للقوة، للإرادة، للتعاون والوحدة، كما أنها تمثل العطف والحنان وتمثل الإبداع. إنه يمثل يد العراق المتجذرة في أرضه المرتوية والظاهرة من مائه لترتقي نحو السماء، حاملة بين أناملها ورافعة بقايا جسر الصرافية الذي هوى جريحاً في مياه دجلة. بالنسبة للمواد المكونة للجسم، فالجسر سيكون متكون من بقايا جسر الصرافية، أما اليد فأترك المجال مفتوح لاختيار المواد المناسبة له، لكنني أفضل أن تظل اليد بهذا اللون الفضي اللامع لتبقى أكثر تألق تحت أشعة الشمس مع الإضاءة المرفقة من أساسية أرضية اليد. كما أن القياسات كذلك ستكون حسب المواد والمساحة المتوفرة، مع أنني أفضل أن تكون اليد على ارتفاع كبير حوالي 10 إلى 15 متر، ليطار كل من يراه أن يرفع رأسه بكل افتخار واعتزاز مخلداً الجسر إلى الأبد. المكان هو نفس الموقع الذي اقترحته اللجنة في المسابقة، وهو مدخل جسر الصرافية من جانب الرصافة، كونه يحوي على كثافة سكانية ومركز تجاري وعلمي. كما أنني أحب أن ينشأ هذا المجسم في منتزه خاص يحوي على المجسم والبحيرة كي يزيد من أهميته، ويتيح الفرصة لكل العراقيين لزيارة هذا المكان فتبقى ذكراه في قلوب العراقيين صغاراً وكباراً. هذا مع كل حبي لكل العراق، وشكراً. تتفضل الأخت المهندسة غادة المدفعي لشرح ماذا جرى عند التحكيم، وكيف نظرت إلى لجنة التحكيم إلى الأعمال المشاركة بهذه المسابقة. فتفضل يا أخت غادة. اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات للاتفاق على المعايير، معايير التقييم ودراسة النماذج المقدمة من قبل المشاركين في المسابقة، وأخذت بنظر الاعتبار عدة جوانب في تقييم التصاميم. المعايير اللي اتفقنا عليها هي الناحية الجمالية، الفكرة التصميمية، فلسفة المشروع مع إمكانية التنفيذ، ومدى علاقة النصب بالبيئة المحيطة. قررت اللجنة بالإجماع اختيار الفائزين الثلاثة واللي هسه راح نعلن النتيجة، وهم على التوالي. الآن نرجو من السيد عز الدين رشيد سكرتير الأول السفارة العراقية بالتفضل لتقديم الجوائز للفائزين. الفائز الثالث، نعم يلا طيب الجو الفائز الثالث من الفائز هاي من الثالث اوكي مدام على كيفك انتظري شوية اوكي استاذ عباس حسن